استعدادا لموسم الصيف، تعمل وزارة الموارد المائية على تفعيل المخطط الاستعجالي لضمان الخدمة العمومية ولتزويد مختلف مناطق الوطن بالماء الشروب. يتعلق الأمر هنا بأهم عملية لتوفير هذه المادة الحيوية التي يتزايد عليها الطلب خلال هذه الفترة. حقيقة يعني السدود تساهم بحوالي 37% في حاجيات المواطنين بما يخص مياه صالحة للشرب، وكان 17% حوالي يجي من تحلية مياه البحر، والباقي يجي من المياه الجوفية اللي تعتبر يعني المساهم الكبير باش يطيب به الحاجيات. وكما قلت لك فيما يخص هذه الصائفة، يعني هناك تنظيم يعني طري بارتيكولي دارته الوزاره باش ما يكونش هناك اضطرابات، بالعكس يعني هناك مشاريع اللي راهي انطلقت في التشغيل باش تامن وباش كل كميات اللي يحتاجها المواطن يلحقوا له. تجسيدا لهذا المخطط، شرع في انجاز عمليات تحويليه لمياه السدود على المستوى الوطني، عملية تتزامن والوفرة المائية التي عرفتها الجزائر خلال هذه السنة بسبب الظروف المناخية والتساقطات التي سمحت ببلوغ معدل امتلاء فاق 71%، وهو ما يعادل 4.7 مليارات متر مكعب. فيما يخص الإنجازات الموجهة لتعزيز التموين بالماء الصالح للشرب، هناك العديد من المشاريع المهيكلة ستدخل حيز الخدمة هذه الصائفة، وسيكون لها تأثير مباشر على أكثر من 2.5 مليون نسمة. من بين هذه المشاريع الرئيسية نذكر على سبيل المثال تحويل سد الموان إلى بلدية سطيف وثلاثة بلديات أخرى منها العلمة الأوريسية وعين عباسة، أي ما يعادل وهذا لفائدة أكثر من 670 ألف نسمة. هناك أيضا سد أوركيس، تحويل سد أوركيس لفائدة كل بلديات ولاية أم البواقي. هناك تحويل من محطة تحلية مياه البحر المقطع بوهران إلى 19 بلدية في معسكر على رواق سيق محمدية. 25 ولاية معنية بهذا المخطط الذي من شأنه أن يخفف من أزمة العطش وتجاوز حالات سابقة، بعدما رصدت الحكومة مبلغا ماليا هاما لتمويل المخطط ودعم مؤسسة توزيع المياه. هناك برنامج استعجالي سطرت له الحكومة ظرف مالي مهم جدا يبلغ 31 مليار دينار جزائري، وهذا لاعتبار قطاع الموارد المائية قطاع خدمة عمومية بامتياز. إجراءات هامة اتخذت إذن لإنجاح تزويد مختلف مناطق الوطن بالماء الشروب، غير أن بلوغ أهدافها مرهون بجملة من التساؤلات. إلى أي مدى سيكون بإمكان القطاع رفع التحدي في التسيير العقلاني لهذه الثروة المائية؟ وإلى متى يبقى المواطن خارج هذه العملية ويتمادى في سلوكية التبذير وسوء الاستغلال؟ وهل بإمكان سدودنا اليوم أن تستغل في مجالات أخرى خلاقة للثروة وموفرة للترفيه؟